لتقريب حجم الشمس بالنسبة للأرض، تخيل أنه يمكننا تقليص الشمس حتى حجم كرة السلة. بذلك الأرض سوف تتقلص إلى حجم حبة السمسم، وهذا يوضح مدى ضخامة نجمنا. لكن ماذا لو كانت هذه الكرة النارية من الغاز والبلازما لم تكن أكبر شيء في نظامنا الشمسي؟ هل سيظل كوكبنا يدور حول الشمس؟ أو هل ستدور الشمس حول كوكب الأرض الضخم؟ وما الذي سيحدث لجيراننا من الكواكب؟ شمسنا ضخمة جدا إلى درجة أنه سنحتاج إلى حوالي ما يعادل 1.3 مليون كوكب مثل الأرض لملء حجم الشمس. تشكل كتلة الشمس 99.86% من كتلة مجموعاتنا الشمسية، وهي فقط تبدو صغيرة حين النظر إليها من الأرض لأنها تبعد عنا 150 مليون كيلومتر. وإذا كانت الشمس افتراضياً أصغر من الأرض، بالتالي ستصبح الأرض غير قابلة للسكن، والشمس هذا النجم الضخم ربما لا يصبح نجماً. في الكون أمران مهمان هما الحجم والمسافة. مكان الأرض مضبوط بدقة، وهو يقع في المنطقة الآمنة للنظام الشمسي. لو كنا بعيدين عن الشمس مثل المريخ لتجمدنا، ولو كنا قريبين من الشمس مثل الزهرة لاحترقنا. لذا أصبحت الأرض في المنطقة المأهولة من الشمس، وهذا يعني أن حجم كوكبنا وحجم الشمس والمسافة بينهما هي النسبة الصحيحة لظهور الحياة على الأرض. لكن ما الذي سيحدث إذا كانت الشمس أصغر من الأرض؟ حجم النجم يحدد لونه ودرجة حرارته، والنجم الأكبر أسخن ويكون لونه أزرق، بينما الأصغر أبرد ويكون لونه أحمر. والشمس نجم أبيض، فهي ليست كبيرة مثل النجوم فائقة الحجم، وليست صغيرة مثل الأقزام الحمراء. وربما تعتقد أنه إذا أصبحت الشمس صغيرة فسوف تصبح قزماً أحمر بمنطقة صغيرة مأهولة بالسكان، لكن هذه ليست القضية. في التعريف، النجم سواء كان نجماً فائقاً أو قزماً أحمر هو في النهاية نجم، حيث يوجد اندماج حراري نووي في نواته. لكن إلى أي مدى يمكن أن تصغر النجوم؟ حسناً، عند هذه النقطة لم يتم قياس أحجام أقزام حمراء كثيرة، لكن أصغر قزم تم قياسه بحجم 10 كواكب بحجم الأرض، وهذا قريب جداً من الناحية النظرية من الحجم الضروري للحفاظ على العمليات داخل النجم وعدم التحول إلى أي شيء. وأي شيء أصغر من هذا الحجم لن يكون نجماً، وسيكون مجرد بقايا نجم باردة ومظلمة. وإذا لأي سبب ما تقلصت الشمس لحجم أقل من حجم الأرض، فإن هذه الشمس المتقلصة لن يكون لديها الكتلة لصنع الانصهار، وسوف تحترق بالكامل، وسيفقد نظامنا الشمسي النجم الوحيد لديه. وبما أن الشمس هي مصدر الجاذبية التي تضع الكواكب في كل مداره، بالتالي مع ضياعها ستسبح الكواكب كلها، وبما فيها الأرض في الفضاء باحثة عن مرساة أخرى. وهذا ليس بالنهاية السعيدة للحياة على الأرض. دعونا نفترض فرضية أخرى. هذه المرة سنفترض أن الأرض أكبر من الشمس، بينما حجم الشمس سيظل كما هو، وحجم الأرض سيكون على الأقل 333 ألف مرة أكبر من حجمه الحالي. وكوكب بهذا الحجم سيولد طاقة كافية داخل النواة ليصبح هو نفسه نجم، وبالطبع لن تكون هناك حياة متبقية على هذا النجم الساخن. ولكن هناك شيء مذهل سيحدث في نظامنا الشمسي، حيث لن يكون هناك شمس واحدة، بل سيكون لديه شمسان بالنسبة لباقي الكواكب، وسيصبح نظام ثنائي بنجمين يدوران في مدار حول بعضهم، والكواكب ستدور حولهم. في أي من الحالتين من الاثنين، الحياة على الأرض لن يكون لها أي فرصة للنجاة. لكن وفقاً لبعض العلماء، ربما تظهر الحياة على كوكب آخر أو حتى على القمر. وقد عثر على أنظمة ثنائي النجوم أو حتى متعددة في مناطق بعيدة في الكون، وبعضاً منها حتى يوجد به مناطق مناسبة للسكن. وربما يكون من المذهل الحياة في نظام ثنائي النجوم في سمائه، وربما يكون هذا سيناريو آخر لقناة ماذا لو. بعد مليارات السنين سوف تنطفئ الشمس بطريقة أو بأخرى، لكن ماذا سيحدث لكوكبنا بعد ذلك؟
الجواب بكل بساطة، سوف تفنى الأرض، سوف يموت كوكبنا ميتة أليمة. لكن لا تقلقوا، فنحن لن نشهد ذلك لحسن الحظ أو لسوء الحظ، فالجنس البشري سينقرض قبل حدوث ذلك بكثير. لكن دعونا نفترض جدلاً أننا أردنا إطفاء الشمس الآن، ما الذي سنحتاجه لفعل ذلك؟ لو أننا أخذنا كل ضوء الشمس الذي يصلنا إلى الأرض كل يوم، ستكون لدينا طاقة قدرها 170 تريليون كيلووات. هذا الكم الرهيب من الطاقة يكفي لسد حاجة البشرية لآلاف السنين، لكنه لا يساوي الكثير إذا ما قورنا بكمية الطاقة التي تبددها الشمس في الفضاء الخارجي، والتي تفوق الكمية الواصلة إلى الأرض بملياري مرة. فقط تخيل لو أن باستطاعة البشر تخزين كل تلك الطاقة، كمية يوم منها فقط تكفي حاجتنا لملايين السنين. ولو أننا ركزنا اهتمامنا الآن على تخزين الطاقة الشمسية، لأمكننا أن ننسى فواتير الكهرباء والوقود. ولكن لنعد للواقع. وفقاً لنظرية النسبية، حين يولد الجسم طاقة فإن كتلته تتقلص، لذا فإن كتلة الشمس تتقلص مع مرور كل ثانية بمعدل 4 مليون طن في الثانية تقريباً. تخيلوا؟ معنى ذلك أن الشمس تنطفئ شيئاً فشيئاً لأنها تحترق، أو إن أردنا التحدث بدقة أكبر، إنها تولد طاقة عبر الانصهار الحراري النووي. لو أن كتلة الشمس تعادل كتلة الأرض، فإنها ستنطفئ خلال 50,000 عام. لكن الحقيقة أن كتلة الشمس تفوق كتلة الأرض 350,000 مرة، لذا فإن حرقها لكمية تعادل 173 مليار طن يومياً يعني بقاءها لمدة تصل لعشرة مليار سنة. وعلى اعتبار أن نصف تلك المدة قد انقضت بالفعل، سيكون لدى خلفنا 5 مليارات سنة لإيجاد طريقة تحول دون وقوع ذلك التغير المرعب. يوماً ما سينفذ الوقود الهيدروجيني من الشمس وتتلاشى، لكن لن نكون حاضرين لمشاهدة ذلك الحدث العظيم. وهنا تأتي أهمية قناة ماذا لو في تطبيق المستحيل. فكرنا في أننا سنخمد الشمس قبل أوانها، سيكون مثيراً للاهتمام. فلنفترض أننا وجدنا الكمية اللازمة من الماء لإطفاء الشمس، بالإضافة إلى طريقة لسكبها على الشمس. ما الذي سيحدث حينها؟ يمكن لعلماء الفيزياء الفلكية الإجابة على هذا السؤال بدقة بالاستعانة ببرمجيات خاصة. من الطبيعي أن احتراق الأشياء على الأرض يتطلب وجود 3 مكونات، وهي الهواء والوقود والحرارة. لو سكبنا الماء على الأشياء المحترقة، فإنها ستخمد النار من خلال تكوين الطبقات المائية على الوقود. لكن الأمر المختلف في الأحوال الفضائية هو أنه ما من هواء هناك، ولا يمكن للماء إيقاف التفاعلات الحرارية النووية في الشمس مهما بلغت كمياتها، والشمس لن تنطفئ ما دامت تفاعلاتها الانصهارية مستمرة. أي باختصار، يمكن للشمس إحراق الماء، وحتى لو أننا سكبنا ماء كافيا عليها، فإن ذلك لن يزيدها إلا حرارة وإشراقا. ويحتوي الماء على ما نسبته 89% من الأكسجين، وكثافة الشمس تفوق كثافة الماء بنحو نصف مرة. وبناء على ذلك، فإن كتلة كمية الماء التي تعادل حجم الشمس ستفوق كتلة الشمس بمقدار 7 أعشار مرة، وذلك سيؤدي لولادة نجم جديد يساوي حجمه ضعف حجم الشمس الموجودة حاليا، بتكوين من 48% من الهيدروجين و14% من الهيليوم و37% من الأكسجين. فإذا حتى لو أننا تمكننا من سكب كمية هائلة من الماء على الشمس، فإننا لن نتمكن من رؤيتها تنطفئ لسوء حظنا أو لحسن حظنا. التجمد نحتاج. ماذا لو تحولت شمسنا الغالية إلى ثقب أسود؟ ما هو مصيرنا؟ وما الذي سوف نراه في الصباح التالي؟ إن كان هناك صباح بالطبع، وهل يبتلع الثقب الأسود الأرض؟ بداية، الثقب الأسود هو أكثر الأجسام غموضاً في الفضاء، فهو منطقة ذات جاذبية هائلة. ومع أن العلماء يطلقون عليها اسم الثقوب، إلا أنها ليست فارغة كما نتخيل الثقوب عادة. على العكس تماماً، فالثقوب السوداء تحتوي على مادة مضغوطة وكثيفة جداً،
وقوة جذب كبيرة جدا، لدرجة أن الضوء بحد ذاته لا يمكنه الإفلات منها، بمعنى أنها لا تصدر أي ضوء، وهذا ما يجعلنا عاجزين عن رصدها بشكل مباشر باستخدام التلسكوبات. ومع ذلك نحن متأكدون تماما من وجودها، وذلك بسبب السلوك الغريب الذي تسلكه المواد بجوار هذه الثقوب. فعلى سبيل المثال، إن الغازات تدور حول الثقب الأسود بسرعة هائلة قريبة من سرعة الضوء، مطلقة إشعاعات ذات طاقة عالية جدا، الأمر الذي يدل على وجود مصدر جاذبية هائلة بالقرب من هذه الغازات. تمتلك الثقوب السوداء أحجاما متنوعة جدا تبعا لكمية المادة الموجودة بداخلها. قد يتساءل البعض عن نشأة الثقوب السوداء. حسناً، بعضها تشكل نتيجة وفاة النجوم هائلة الكتلة، فعندما تستهلك هذه النجوم كل وقودها النووي تنفجر أجزاؤها الخارجية مشكلة ما يعرف بالمستعر الأعظم، وبعد ذلك ينهار ما تبقى منها على نفسه تحت تأثير جاذبيتها، وتصبح ذات كثافة كبيرة جداً مشكلة ثقباً أسوداً. يمكنك أن تطمئن، لأن شمسنا أصغر بكثير من أن تشكل في يوم من الأيام ثقباً أسود، فهي ببساطة لا تملك كتلة كافية لتوليد قوة جاذبية تضغطها بشكل كاف لتصبح ثقباً أسود، إذ يجب أن يكون النجم أكبر من شمسنا بعشرة أضعاف ليصبح ثقباً أسود بعد وفاته. ولكن تذكر أن أي جسم يتعرض لضغط كاف ليصبح بالكثافة الهائلة المطلوبة يمكنه أن يتحول إلى ثقب أسود. مثلاً إذا تم ضغط كوكب الأرض ليصبح بحجم قطعة من الرخام، عندها سيصبح ثقباً أسود، وحتى الإنسان إذا ضغطناه حتى يصبح بحجم أصغر بألف مليار مليار مرة من حجم حبة ملح، عندها سيصبح ثقباً أسود. وبالعودة إلى سؤالنا وشمسنا، وبفرض أنها بطريقة ما قد تحولت إلى ثقب أسود وتم ضغطها بحيث أصبح قطرها لا يتعدى 6 كيلومترات، فإن ذلك لن يغير شيئاً في علاقتها مع كوكبنا أو أياً من كواكب المجموعة الشمسية الأخرى، لأن كتلتها لن تزداد ولأنها لن تقترب من أي من الكواكب. فإذا تحولت شمسنا إلى ثقب أسود فإنها لن تقوم بابتلاع كوكبنا، ولكننا في ذلك اليوم سنشاهد شروق شمس هو الأكثر قتامة وسوداوية في حياتنا. تمكن العلماء في السنوات الأخيرة من اكتشاف العديد من المجرات التي تحوي ثقوباً سوداء هائلة في مراكزها. كلمة هائلة هنا هي أكبر بكثير مما تتصور، فهذه الوحوش تمتلك كتلة تعادل نحو 100 مليون مرة كتلة الشمس. ما زال علماء الفلك يكافحون من أجل فهم الثقوب السوداء وكيفية تشكلها من أجل دراسة أمواج الجاذبية التي تخلقها. هذه الثقوب في نسيج الفضاء يعتقد البعض أن قسماً منها تشكل خلال الثواني الأولى من نشأة الكون، لكن كل ما نحن متأكدون منه هو أنها مذهلة بالرغم من غموضها. الشمس، ذلك النجم الساطع في مجرتنا الذي يستطيع ضم ما يعادل حجمه 1.3 مليون كرة أرضية بداخله. هذا النجم الذي يشغل مركز مجموعتنا الشمسية. هذه الكرة فائقة الحجم من البلازما، والتي تزودنا بالحرارة والطاقة ولون بشرة مذهل. تبين أنها ليست سوى قنبلة موقوتة. يبلغ عمر الشمس 10 مليارات عام، لكن من غير المتوقع أن تعمر أكثر من 5 مليارات عام أخرى. بعد هذه المدة ستتمدد الشمس لتصبح عملاقاً أحمر، لتتقلص بعدها آيلة إلى قزم أبيض، نجم يحتضر يتبرد على مدار مليارات الأعوام التي تلي ذلك. وبالطبع سنكون قد قضينا قبل حدوث هذا بزمن طويل جداً. لكن ألا يمكنك أن تتخيل كيف سيكون الأمر وأنت تراقب انفجار الشمس قبالة عينيك؟ لا شك أنك وبصحبة مصطلح كالسوبرنوفا ستعتقد أن انفجاراً شمسياً سيكون أعظم مشاهد الألعاب النارية التي سيشهدها العالم على الإطلاق، لكن وعلى الأرجح أنك لن ترى شيئاً البتة. تبعد الشمس عن الأرض مسافة 150 مليون كيلومتر، ويستغرق وصول الضوء من الشمس إلينا 8 دقائق، وبينما قد تبدو تلك بالمسافة الهائلة، إلا أنه ولد استخدامنا للتعابير الخاصة بالمستعرات العظمى السوبرنوفا، فنحن لا نمتلك أي فرصة للبقاء. فلكي تكون الأرض بمأمن تام من تأثير السوبرنوفا
علينا أن نكون على مسافة 50 إلى 100 سنة ضوئية لنكون بمأمن منها. لكن الأنباء الجيدة هي أنه ولو كانت الشمس في طريقها للانفجار غداً، فلن تكون موجة الصدمة كافية لتدمير الأرض كلها، إذ أن الجانب المواجه للشمس هو الجانب الذي سيتبخر في الحال، أما الجانب الآخر المحظوظ فسيتبخر ارتفاعاً في درجة الحرارة لتصبح أعلى 15 مرة من درجة حرارة سطح الشمس حالياً، إضافة إلى ظلام دائم. ودون كتلة الشمس التي تبقينا في مدارنا، فغالباً ستبدأ الأرض رحلة طوفان في أنحاء الفضاء مع كفاح ما تبقى من قاطنيها للبقاء على قيد الحياة. هناك فرصة أن يأسر نجم آخر كوكبنا في مدار حوله، وقد يقدم لنا الحرارة والضوء نفسهما اللذين نحصل عليهما من شمسنا، لكن إلى أن يحين موعد حدوث ذلك سنكون قد أصبحنا أثراً بعد عين وقبل زمن طويل من ذلك. وإن علمنا مقدماً باليوم الذي ستنفجر فيه الشمس، فلربما استطعنا أن نكسب زمناً مقداره 1000 عام على أن نزود أنفسنا بما يكفي من الموارد التي تساعدنا على البقاء هذه المدة. ويمكننا ذلك فعلاً، ما علينا سوى أن نكون على عمق 4 أمتار من السطح الذي نخطو عليه، حيث تحافظ الأرض على درجة حرارة تبلغ 17 درجة مئوية. لذا إن كان لدينا ما يكفي من الوقت لنهيئ أنفسنا، فقد يتسنى للحضارة البشرية البقاء بالهبوط 10 أمتار تحت سطح الأرض لتصبح داخل شبكة حصينة من المخابئ. بعد مرور أسبوع على الانفجار ستنخفض درجة حرارة سطح الأرض إلى ما دون 18 درجة مئوية تحت الصفر، وخلال عام ستهبط درجة الحرارة بسرعة لتصل إلى 73 درجة مئوية تحت الصفر. وعند هذه الدرجة ستبدأ المحيطات بالتجمد من الأعلى نحو الأسفل، وخلال 1000 عام سيتجمد الغلاف الجوي للأرض ويتداعى تاركاً أي شيء متبق على سطح الأرض عرضة للأشعة الكونية والاصطدامات النيازك. لنأمل أننا ومع هذه المرحلة سنجد أنفسنا في موطن جديد. الأخبار الجيدة هي أنه وإن كانت الشمس على وشك الانفجار، وهذا ما سيحدث في نهاية المطاف، فهذا لن يحدث بين ليلة وضحاها. فعندما تموت الشمس فعلياً ستكون تلك اللحظة بعد عملية شاقة وبطيئة تحدث على مدى طويل جداً يبلغ مليارات السنين، إذ ستغدو الشمس أشد حرارة وأكثر سطوعاً وستبدأ التمدد، وأثناء هذه العملية ستفقد طبقاتها الخارجية التي ستسبح في الفضاء لتكون سبباً في نشوء نجوم وكواكب جديدة بالطريقة نفسها التي أدى فيها الانفجار العظيم إلى نشوء الأرض بفضل الله. من يدري، لعل حياة جديدة ستتشكل. هل يمكنك أن تتخيل أرضاً أخرى؟ من الصعب التنبؤ بالشكل الذي ستأخذه مجرتنا بعد مرور مليارات من السنين القادمة، ويصعب علينا خصوصاً أن نتخيل نظامنا الشمسي دون مركزه الذهبي العظيم الذي حبانا الله به والذي يجمعنا مع بعضنا البعض ويبقينا متماسكين. لكن يوماً ما وفي المستقبل البعيد جداً ستتمدد الشمس ثم ستتقلص، ربما لتترك مجالاً لنجم جديد ليحتل مكانها. وإن بقيت البشرية بمعجزة ما حتى تلك المرحلة، فأين سنكون؟ هل يمكنك أن تتخيل ولادة أحفادك في محطة فضائية؟ إذن ماذا لو اختفت الشمس غداً بدلاً من انفجارها؟ تابع معنا الفيديو. من أقل منافع الشمس أنها تمدنا بالدفء بعد أن تمتد أشعتها على الكرة الأرضية، وبغيابها بشكل جزئي في الشتاء نشعر بقيمة الدفء ونتذوق مخالب الشتاء شديدة الوطأة، فهو لديه السحاب والصقيع وهو ما يقترن دائما بالشعور بالحزن. كل هذا يدفعنا دفعا إلى مواجهة السؤال المثير والمرعب: ماذا لو اختفت الشمس فجأة؟ بعد ساعة من غيابها، بعد أسبوع، أو ربما بعد عام؟ مع انطلاق آخر دفعة من أشعة الشمس إلى الأرض، بعدها يا سادة يا كرام ب8 أو 9 دقائق فقط ستتحول السماء إلى كتلة سوداء، ومن ثم تليها الأرض، فعندها سيصبح الليل على الأرض كالنهار لا فرق بينهما، وسيختفي القمر، وقبل اختفاء الشمس بلحظات سيظهر في الأفق طيف من الشفق القطبي الواضح للعيان بسبب التغيرات التي ستلحق بالمجال المغناطيسي المحيط بالأرض. بيد أن هذه ليست الطامة الكبرى،
فهناك ما هو أمر وأدهى. هل تذكرون عملية البناء الضوئية التي جعلها الله السبب في نمو الأشجار والنباتات؟ ستتوقف هذه العملية وتختفي النباتات والأشجار، مما يؤدي إلى فناء الحيوانات آكلة العشب، ويليها اختفاء الحيوانات المفترسة، وتتوقف عملية إنتاج الأكسجين بسبب توقف عملية البناء الضوئية، وموت البكتيريا الزرقاء المنتجة للأكسجين في العملية نفسها. حسناً، بعد مرور 60 دقيقة سيعم الفزع والرعب على الأرض، وتنقطع مصادر الطاقة من كهرباء ووسائل التدفئة، وستفقد الكثير من الحكومات السيطرة، وستعم الفوضى. ستنخفض درجات الحرارة على سطح الأرض، وستتكون طبقة جليدية تغطيه، إلا أن جوف الأرض سيظل يتمتع بالحرارة بسبب وجود الحمم البركانية داخله. بعد 24 ساعة سيهب علماء الأرض لمعرفة ما الذي حدث وكيف سيواجهون ما هو قادم. ستصل درجة الحرارة إلى 5 أو 7 درجات، أما في المناطق القطبية ستنخفض بمقدار 15 إلى 20، وستموت الكثير من الكائنات الدقيقة والصغيرة، إلا أن الوضع في جوف المحيطات والبحار لا يزال على وضعه، فلم تتأثر بعد بغياب الشمس. بعد 7 أيام الظلام سائد على كوكب الأرض، وستصل الحرارة على الأرض إلى 17 درجة مئوية تحت الصفر، إلا أن فوهات البراكين والمناطق المحيطة بها ستتمتع بالدفء بسبب ما تمده بها الحمم من حرارة إلى حين، وستموت معظم النباتات والحيوانات المحبة للدفء. توقفت الحياة على الأرض، وبدأت أسطح المحيطات تتجمد، وتموت العوالق التي تتغذى عليها الكائنات البحرية، ويتبعها الأحياء المائية، لتقوم بعدها الفرق الخاصة من العلماء بتجهيز ملاجئ لمن بقي على قيد الحياة لإنقاذ الجنس البشري من الفناء. بعد مرور شهر ستصل درجة الحرارة على الأرض إلى 30 تحت الصفر في كافة أنحاء المعمورة، وسيتجمد سطح الكوكب كله تقريباً. لكن من العجيب أن بعض النباتات كالصنوبريات وبعض البكتيريا لا تزال على قيد الحياة، ولكن هيهات لها أن تنتج الأكسجين اللازم لاستمرارية الحياة، وبشكل ضعيف ستستمر الحياة لهذه الكائنات حول الفوهات البركانية التي لا تزال الحمم الصاعدة من جوف الأرض تمدها بالحرارة، وستلعب طبقة الجليد فوق سطح المحيطات دورا هاما، فهي تحافظ على المياه في جوف المحيطات دافئة وتمنع تسرب الطاقة إلى الخارج، فلا تزال مناطق التصدع التكتونية وفوهات البراكين في أعماق البحار تلفظ الحمم والحرارة إلى المياه، لكن الموت الجماعي للأحياء المائية سيستمر وبغزارة. بعد مرور عام ستغطي طبقة جليدية شديدة السماكة سطح الأرض والمسطحات المائية، ويعتقد ديفيد ستيفنسون مدير معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أن الحرارة ستصل إلى 40 تحت الصفر، وبالرغم من ذلك فإن الحياة ستستمر فقط في أعماق المحيطات، وعلى الأرض سيكون في مقدرة بعض الناس في أيسلندا والمناطق المحيطة بفوهات البراكين المقاومة والتكيف مع الجليد ومحاولة العيش والاستمرار في الحياة. ويعتقد ستيفنسون أن الجليد سيستمر لآلاف السنين لتصل درجة حرارة الأرض إلى 160 تحت الصفر، وعندها تتوقف الحياة كلية على سطح الأرض، ولا يجب علينا أن ننسى الشمس، فبغيابها عن المجموعة الشمسية ستتهاوى 8 كواكب وتتصادم مع بعضها البعض بشكل جزئي، فالشمس هي التي تحافظ على الكواكب في مساراتها، فبغياب الأم تقع الكوارث. وقد تهيم الشمس نفسها في الفضاء الخارجي وتقع فريسة للإشعاعات الكونية، وقد تتصادم مع الكواكب الأخرى، والأدهى أن تقع في مخلب الثقب الأسود الذي وبكل سهولة سيبتلعها. أما الأرض فمن الممكن أن تبحث لها عن أم جديدة وشمس أخرى ومجموعة شمسية مناسبة تدور في مدار جديد وتستمد الأشعة والطاقة من شمس أخرى، بيد أن كل هذا يا سادة يبقى حبرا على ورق، أفكار غامضة ونظريات وتوقعات
غير مؤكد حدوثها. ولكن إذا عدنا إلى واقع مصير الشمس مستقبلاً، فإنها بعد مليارات من السنين ستتحول إلى عملاق أحمر كبير، وسيبتلع عطارد والزهرة، وستبلغ درجة حرارة الأرض والمريخ 5000 درجة مئوية، وستنفجر الشمس بما فيها وما حولها، وستتناثر مكوناتها في الفضاء. قبل حدوث ذلك قد نتمكن من الهجرة والعيش فوق كوكب آخر أكثر أماناً، إلا أن هذا حدث آخر له حديث آخر.